ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نرى درسين في الرياضيات، درس إزاحة الأشكال ودرس تكبير وتصغير الأشكال. إذن على بركة الله. الإزاحة، نبدأ بالإزاحة. النقطة أ صورة النقطة أ بإزاحة. إذن هذه النقطة أ هي صورة لهذه النقطة أ ولكن بإزاحة. المطلوب هو أرسم F و G صورتي B و C بهذه الإزاحة. إذن نرى كيف انتقلنا من A إلى E، يعني انتقلنا بسبعة إلى اليسار وبعدها بثلاثة إلى الأسفل. إذن هذا هو القرن الانتقال من A إلى E بسبعة إلى اليسار وثلاثة إلى الأسفل، ويمكن أن نقول أو نكتب ثلاثة إلى الأسفل وسبعة إلى اليسار، على أساس أن نكتب مكان سبعة ثلاثة إلى اليسار نكتب في اليسار، عفوا ثلاثة إلى الأسفل نكتب في اليسار وسبعة إلى اليسار نكتب في اليمين، وهو جواب كذلك صحيح. إذن الطريقة التي انتقلنا بها من A إلى E هي نفسها التي سوف ننتقل بها من B للحصول على مماثلتها أو صورتها، عفوا صورتها وليس مماثلة. ب ننتقل سبعة إلى اليسار وثلاثة إلى الأسفل فنحصل على صورة ب هي النقطة F. بعدها النقطة C ننتقل بسبعة إلى اليسار وثلاثة إلى الأسفل فنحصل على G. إذن نحصل على ثلاث نقاط هي صور لرؤوس هذا المثلث. إذن ونرسم بعد ذلك أضلاع هذا المثلث. ماذا نستنتج؟ نستنتج أن المثلثين A B C و E F G لهما نفس القياسات، وبالتالي فهما قابلان للتطابق. ما معنى لهما نفس القياسات؟ يعني أضلاعهما لهما نفس القياس والزوايا متقايسة كذلك. إذن إذا قمنا بتقطيع المثلثين ووضعنا أحدهما على الآخر فسوف يتطابقان. إذن المسافة بين AB هي نفسها بين EF، يعني الضلع AB يقايس الضلع EF، وكذلك BC يقايس FG وAC يقايس EG. إذن الإزاحة تحافظ على الأشكال، إذا كان لدينا مثلث فسوف نحصل على نفس المثلث في هذه الجهة، وبالتالي فهي تحافظ على المسافة حسب هذه المعطيات التي استنتجناها من الشكلين في الأعلى. نمر إلى الدائرة والقرص. إذن النقطة O فتحة صورة النقطة O بإزاحة 5 إلى الأعلى و8 إلى اليمين. إذن O ما هي مركز هذا القرص؟ مفهوم؟ إذن للبحث عن صورة قرص أو دائرة ما علينا سوى البحث عن صورة المركز بهذا القرن. إذن وبعد ذلك في القرصان يجب أن يكون لهما نفس شعاع ونفس القطر. إذن خمسة إلى الأعلى وثمانية إلى اليمين، بعدها نضع المركز O فتحة أو النقطة O فتحة التي هي مركز القرص أو مركز الدائرة، وبعدها نرسم القرص أو الدائرة، ولكن يجب أن يكون الشعاع C الدائرة C أو القرص C نفسه هو نفس الشعاع الذي لدى القرص C فتحة. نمر إلى الزوايا باستعمال القرن 5 إلى اليسار و2 إلى الأسفل. أرسم الزاوية EF منقولة الزاوية AOB. إذن لرسم صورة زاوية بقرن يعني باستعمال الإزاحة سوف نقوم بأخذ ثلاث نقاط، والنقطة الأولى هي رأس الزاوية، وبعدها نأخذ نقطة من هذا الضلع للزاوية ونقطة من الضلع الثاني، ثم نقوم بإزاحة هذه النقاط بهذا القرن، أو يمكن أن ننقل حتى تكون القياسات صحيحة، يمكن أن ننقل فقط ضلع ونقيس الزاوية ونرسم الزاوية ونحصل على الضلع الآخر. إذن
نقوم بنقل رأس الزاوية بهذا القرن 5 إلى اليمين ثم 2 إلى الأسفل، ونضع رأس الزاوية هو E. بعدها نقوم بإزاحة النقطة A بخمسة إلى اليسار واثنان إلى الأسفل، ونضع النقطة E. بعدها النقطة B كذلك بخمسة إلى اليسار واثنان إلى الأسفل، ونضع النقطة F. وبعدها في الأخير نقوم برسم أضلاع الزاوية. إذا كما تلاحظون فهي نفس الزاوية. نمر إلى تكبير وتصغير الأشكال. إذا عند تكبير وتصغير الأشكال نلاحظ المستطيل A B C D قياساته له في الطول 3 تربيعات وفي العرض تربيعتان، والمستطيل E F G H له في الطول 6 تربيعات وفي العرض 4 تربيعات. إذا ماذا نلاحظ؟ المستطيل A B C D يمثل تصغيرا للمستطيل E F G H بمقدار مرتين، يعني قمنا بتصغيره مرتين، يعني هذا المستطيل هو تصغير لهذا المستطيل بمرتين. كيف ذلك؟ الآن نقارن الطول مع الطول. طول المستطيل A B C D هو 3، بينما طول المستطيل E F G H هو 6، وإذا قسمنا 6 على 2 سوف نحصل على 3. إذا قسمنا على 2 عند التصغير نقوم بالقسمة، ونلاحظ العرض B C أو A D مقارنة مع العرض المستطيل E F G H، نلاحظ أن هنا تربيعتان وهنا 4، وعند قسمة 4 على 2 يعني مرتين نحصل على 2 بي سي تحتوي على تربيعتان. إذا المستطيل، ويمكن القول العكس، المستطيل E F G H يمثل تكبير للمستطيل A B C D بمقدار مرتين، يعني هذا المستطيل هو تكبير لهذا المستطيل. يعني إذا طلب منا تكبير مرتين فنقيس طول المستطيل ونضربه في 2، إذا 3 في 2 تساوي 6، ونأخذ العرض ونقيسه، إذا لدينا 2 و 2 مضروبة في 2 تساوي 4، إذا والمستطيل الآخر في يحتوي في عرضه على 4. إذا كما تلاحظون الطول يساوي 3 سنتيمتر والعرض يساوي 2 سنتيمتر، وهنا الطول يساوي 6 سنتيمتر والعرض 4 سنتيمتر. إذن عند التصغير نأخذ أبعاد المستطيل الكبير ونقسم على 2، إذا طلب منا مثلا 3 مرات فإننا نقسم على 3، وإذا طلب منا تصغير 4 مرات فإننا نقسم على 4. نلاحظ عند التكبير نأخذ قياسات المستطيل الصغير ونضربها، المطلوب هنا بمقدار مرتين يعني التكبير بمقدار مرتين فضربناها في 2، إذا كان المطلوب هو التكبير مثلا 5 مرات فإننا نضرب الطول في 5 والعرض في 5، وإذا كان مثلا المطلوب هو تكبير 10 مرات فإننا نضرب الطول في 10 والعرض في 10. وهنا في هذا التمرين كان التكبير بمرتين يعني ضربنا في 2. نمر الآن إلى تكبير وتصغير بالنسبة للدائرة والقرص. نلاحظ بالنسبة لهذا القرص مركزه O وشعاعه كما تلاحظون فهو تربيعة واحدة يعني 1 سنتيمتر. أرسم تكبيرا للدائرة، إذا هنا طلب منا نتكلم عن دائرة C بمقدار 4 مرات، إذا لتكبير دائرة بمقدار 4 مرات فإننا نأخذ شعاع ونضربه في 4 أو القطر ونضربه في 4، إذا شعاع الدائرة يساوي 1 سنتيمتر كما تلاحظون. بعدها إذا بعد التكبير بأربع مرات سيصبح الشعاع R صغيرة مضروبة في 4، يعني 1 سنتيمتر التي أعطيت لنا في هذه الدائرة مضروبة في 4 سنتيمتر، إذا تساوي 4 سنتيمترات. وبعدها نضع مركز ونسميه O فتحة ونرسم
دائرة شعاعها 4 سنتيمتر، ونرسم هذه الدائرة. إذن شعاع الدائرة يساوي 4 سنتيمتر. هذه نماذج بعض التمارين للاستئناس بها. صغر الشكل التالي بقسمة أبعاده على 2، إذن هذا الشكل سوف نقسم أبعاده على 2، كما تلاحظون فهو يحتوي على مربعات، وبداخل هذا المربع الأزرق بداخل مربع بالبني، هنا مربع بالبنفسجي بداخل مربع بالبني. إذا نقيس أبعاد هذه المربعات ونقسمها على 2، وبعدها نرسم هنا تصغيرا لهذا الشكل. أوجد التمرين الموالي، أوجد مقدار التكبير وأتمم الرسم، يعني هذه الجهة من هذا الشكل أصبحت كذلك هنا. إذا نلاحظ هنا كم لدينا، ونلاحظ كم أصبح لدينا، ونقوم بالبحث عن مقدار التكبير، وبعدها نرسم الشكل كاملا في الجهة الأخرى. يمكنكم نقل هذه الأشكال على دفتركم والإجابة على هذا التمرين. نفس الشيء بالنسبة لهذا التمرين، ورسم تصغيرا للشكل بمقدار 3 مرات، يعني أن نأخذ القياسات الموجودة في بالتربيعات، أن ننقل هذا الشكل في دفترنا، ثم نلاحظ مثلا كل ضلع كم يساوي، ثم نقوم مثلا هذا الضلع يحتوي على 3 مربعات أو 3 تربيعات، إذا نقسم على 3، يعني التصغير تبع مقدار 3 مرات، فيصبح فقط به مربع واحد، 3 قسمة 3 تساوي 1. ونفس الشيء بالنسبة للأضلاع الأخرى، مثلا هنا 6، إذا يمكنكم إتمام هذا التمرين لوحدكم في على دفاتركم. التمرين الآخر، ضع علامة تحت تكبير أو تصغير المثلث A B C. هذا هو المثلث A B C، نلاحظ أضلاعه، نحسب كم يحتوي على من تربيعات، ونلاحظ ما هي المثلثات الأخرى التي هي تكبير وتصغير لهذا الشكل، يعني يجب أن يكون التكبير للأضلاع بنفس المقدار أو التصغير بنفس المقدار. نمر إلى التمرين الآخر، حدد قن الانتقال من النقطة A إلى كل من النقطة B، كيف انتقلنا إلى النقطة B، وكيف انتقلنا إلى النقطة C، وكيف انتقلنا إلى النقطة D. وفي الأخير نشكركم على حسن تتبعكم.